استاذ غسان اذا تسمح لي. نعم. هذا مو موضوع سر، خرج النائب علي تركي عن كتلة صادقون نعم في كثير من القنوات التلفازية وقال نحن وردتنا رسائل عبر الواتساب وبصمة صوتية من قبل رئيس التحالف عدنان الفيحاني وطلب من عندهم التصويت إلى المشهداني وعليهم أن يقوموا بتوثيق تصويتهم وبحد وهذا الإجراء بحد ذاته هو تصوير الورقة الانتخابية هو أيضا هو مخالفة دستورية باعتبار أن الانتخابات سرية. حتى هذا موضوع الاتفاق على من ينتخب حتى هذا موضوع سياسي حزبي، يعني ما نعتقد أنه هذا في مثلبة دستورية، ولكن تصوير ورقة الانتخاب هو هذا اختراق للدستور. هذا أولا. اثنين استاذ غسان، زين انتم من ماضين بانتخاب المشهداني، زين هنالك بالمقابل اشخاص ماضين بانتخاب العيساوي او انتخاب شعلان الكريم، لماذا تعارضون ذلك وانتم تتعاملون بالنظم الديمقراطية؟ أليست حرية البرلماني ان ينتخب كيفما يرى، أن ينتخب الشخص الذي يراه مناسبا لقيادة المرحلة القادمة لمجلس النواب؟ إذا هم يرومون بحجر الموضوع باتجاههم وانتخاب المشهداني لهنالك اتفاق مسبق ما بينهم وما بين المشهداني، وقد يعتقدون أنهم سوف يردون الجميل إلى المشهداني في المسرحية التي قام بها في قبيل تشكيل الحكومة عندما كان التيار الصدري متواجد في قبة البرلمان.